من أقل البديهيات بالعمل السياسي أن لا تتسرع الشخصية السياسية بإطلاق المواقف، فالمطلوب أن تكون التصريحات مسبوقة عادة بالتخطيط والترتيب بمحاولة لكي لا يدع مجال للشك أقله أمام جمهوره الخاص قبل جمهور الأخصام. ولكن المفارقة أنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خرج عن قواعد اللعبة، ليس فقط مرة واثنين وثلاثة بل مرارا وتكرارا. إخفاقات جعجع بتحديد الخيارات المرحلية وعلى المدى البعيد تخطت التصريحات بما يتعلق بالداخل وامتدت خارجيا، مسببا الإحراج لنفسه أولا ولحزبه ثانيا وللمسيحيين ثالثا. بعيدا عن الوعود الفارغة وأبرز خطة جعجع الشهيرة تخبو القوات بحال فوزة بينزل الدولار، الرؤية الاستراتيجية للحكيم امتدت إقليميا، ففي العام 2011 بدأ الأخير بالتبشير بأنه الأسد سيسقط حتما. بس أعتقد أن السوريون مع زوال النظام يمكن أن 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 ممكن أن يعني يكتفوا بنظام ديمقراطي عادي. تراخي لإلحاق مزيد من الخسائر والدمار في سوريا، يعني في البعض مبسوطين. وما عم بيقول يمكن يبقى بس ما يبقى قوي، يعني يبقى بشكل من الأشكال إلى حد معين، ولكن ليس أنه إلى فترة طويلة. أنه إيه، هناك تراخي لترك نظام الأسد يلحق أضرار أكبر وأكبر بعد بسوريا، بس مش إلى حد إبقاء النظام. طيب. وبالعام 2012 أعطى مهلة سنة لهيدا السقوط، فأعاد التأكيد بتصريح لصحيفة السفير على أنه الأسد رح يسقط حتما قبل نهاية 2012. أبعد من ذلك بكانون الثاني من العام 2012 وبتصريح لصحيفة الراي الكويتية صرح جعجع قائلا: اتفقت مع الحريري على ما بعد الأسد، والحوار الجدي حول سلاح حزب الله لن يبدأ قبل سقوطه. طويت صفحة السقوط، فانتقل جعجع إلى مرحلة تخفيف وطئة الخيبة بوصف بشار الأسد بالجثة الهامدة. وحول حضور الأسد القمة العربية بالرياض شدد على أنه الأخير لن يحضر تلك القمة، وسيكون حضور سوريا مقتصرا على وزير الخارجية بصفة مراقب فقط. بشار الأسد بيرسونال نون غراتا، خلص. إيه بس لما الكل عم بينفتحوا عليه، يعني قدر انه يبقى بالمعادله بالوقت اللي كلكم كنتوا عم بتراهنوا انه ما راح يضاين وراح يعني ما بدنا نرجع نستعيد التصريحات. وانا بعد عند رايي بشار الاسد جدتي سياسيه لا امل بقيمه من جديد. يا زلمه، بعض الصحفيين بلبنان شو مخيلتهم واسعه، والمحور الممنع بيوسع مخيله الماء ما عنده مخيله، انه خلص كله مش مزبوط. طيب ب 19 أيار برأيك باجتماع بالقمة العربية ايه؟ بالرياض ايه؟ سيكون بشار الأسد؟ لا، لن يكون في الرياض، راح يحضر وزير خارجية بصفة مراقب وبس. مثلا خذ هذا مقياس. ومرة جديدة تجري الرياح بما لا تشتهي سفن توقعات جعجع، فبتحول سياسي كبير انطلقت القمة العربية نسختها الـ 23، فتصدر الرئيس السوري المشهد شخصيا. والآن أدعو فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، أصحاب الجلالة والسيادة والسمو، السيدات والسادة، من أين يبدأ المرء حديثه والأخطار لم تعد محدقة بل محققة؟ يبدأ من الأمل الدافع للإنجاز والعمل، وعندما تتراكم العلل يمكن للطبيب أن يعالجها فرادى، شرط أن يعالج المرض الأساسي المسبب لها. فإذا علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا، كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب. والتهديدات فيها مخاطر وفيها فرص، ونحن اليوم أمام فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدأ بعالم متعدد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء. هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزءاً فاعلاً فيه، مستثمرين في الأجواء الإيجابية الناشئة عن المصالحات التي سبقت القمة وصولاً إليها اليوم. رهانات وهفوات وخيارات محلية وإقليمية فاشلة،
وشعارات شعبوية دفعت بكتار للقول الحكيم لم يعد حكيماً.